ولا هي يا دكتور زي ما بنات كتير بتقول انها طريقة سيئة جدا وبتسمر الاماكن الحساسة؟ هاي يا بنات، واهلا بيكم معايا في يوم جديد وفيديو جديد على قناتي. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل وعناية بالبشرة والشعر، وبقدم لكم هنا على قناتي فيديوهات كتير تخص التجميل والعناية الصح ببشرتنا وشعرنا، وعندي اكونتات تانية على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام بقدم فيها برضو ستوريهات وفيديوهات تانية كتير، تقدروا برضو تتابعوني هناك. كل حساباتي باسم دكتورة دينا محفوظ. بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى، ما تنسوش لايك للفيديو وشير كتير للفيديو، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا تنبيه كل ما اعمل فيديو جديد. يا ترى استخدام السويت لإزالة الشعر من منطقة البيكيني فعلا بيسبب الاسمرار للمكان ده؟ ويا ترى السويت هي أأمن حل لإزالة الشعر من منطقة البيكيني أو من المناطق الحساسة عموما؟ ولا هي يا دكتور زي ما بنات كتير بتقول إنها طريقة سيئة جدا وبتسمر الأماكن الحساسة؟ مبدئيا كده يا بنات، أي وسيلة إزالة شعر من الأماكن الحساسة أو من الجسم عامة ممكن بسهولة جدا تسبب اسمرار للمكان ده، لأن باختصار أي وسيلة ممكن تسبب لك التهاب وتهيج للجلد، والالتهاب والتهيج ده بيقلب بعد كده لسمار. فسواء السويت أو الشيفينج بالشفرة أو الشمع أو حتى الليزر، لو ما استخدمناهوش بالطريقة الكويس ولو ما عملناش بوست ابيليشن كويس، يعني لو ما استخدمناش كريمات كويسة بعد إزالة الشعر، هيسببوا لي التهاب، والالتهاب ده هيقلب بسمار. يعني لو انت بتزيلي الشعر بالشفرة ممكن تتعاملي بخشونة مع الجلد، وغصب عنك ممكن تسببي التهاب وتهيج للجلد، او حتى ممكن تعوري نفسك، والحاجات دي كلها تقلب بالتهاب وسمار. ولو انت برضو بتزيلي الشعر بالليزر، لو ما استخدمتيش الكريمات المخصصة لما بعد الليزر، برضو ممكن يقلب معاكي بالتهاب واسمرار، وكذلك السويت. طب السويت يا دكتور، لا هي شفرة بتعور ولا هي ليزر ضوء قوي ممكن يحرق الجلد، ليه السويت ممكن تسبب التهاب واسمرار؟ سبب ان انت بتستعمليها غلط على الجلد. اولا ممكن تكون بشرتك حساسة قوي ومش مستحملة السويت. ثانيا ممكن تكوني انت اصلا بتستعمليها غلط وبتتعاملي بطريقة رف قوي مع جلدك. طب ايه الطريقة بقى الصح لاستخدام السويت؟ اولا ما استخدمش السويت على مكان كبير من الجلد او المنطقة الحساسة مرة واحدة، يعني الازالة تكون منطقة صغيرة بمنطقة صغيرة. ثانيا حاولي تقصري من طول الشعر شوية، خاصة في الاماكن الحساسة، لان كل ما كان الشعر اطول كل ما كانت ازالته اصعب وبتألم اكتر، وممكن كمان تعمل جروح او تطلع نقط دم مكان الشعر نفسه. ويمكن بنات كتير بعتولي على المشكلة دي، ان لما بيعملوا سويت بتطلع دم مكان ازالة الشعر. فالحل في الموضوع ده اني اقصر الشعر شوية. ثالثا، وانا يمكن نبهت على النقطة دي قبل كده في كذا فيديو، وهي اني احاول اعمل سكراب قبل ازالة الشعر، سواء بالسويت او الشيفينج او حتى الليزر. قبله يعني مش قبله مباشرة، قبله يعني بكام ساعة، واغسل مكان السكراب وانشف المكان ده كويس، واستعد بقى لإزالة الشعر، لان السكراب بيقشر الجلد الميت ويفتح المسام، فيسهل عليا كده إزالة الشعر. رقم 4، لو انت بقى من الناس اللي بتخاف قوي من إزالة الشعر وعندك فوبيا كده، فيستحسن تستخدمي مخدر موضعي الاول. مخدر جل كده ممكن تستخدميه قبل موضوع الإزالة بنص ساعة، وبعد كده بتمسحي أي زيادة من المخدر وتبدأي تعملي إزالة للشعر في المناطق الحساسة. رقم 5، ودي ما بعد إزالة الشعر. بعد ما زيل الشعر بتاعي سواء بالسويت أو الشيفينج أو حتى الليزر، في حاجات كده لازم نعملها بعد الإزالة، خاصة لو انتي متأكدة إن بشرتك بتتعرض دايما للتهيج والإحمرار، عشان طبعا التهيج ده ما يقلبش معايا بسمار. وهي ان في نفس اليوم بتاع الازالة استخدم اي حاجة فيها مضاد حيوي كورتيزون، زي مثلا كريم فيوسي كورت او فيوسيدين. بستخدم حتة صغيرة جدا على المناطق الحساسة، سواء منطقة البيكيني او الاندر ارم، مرة واحدة بس في اليوم لمدة يومين ثلاثة، وبعد كده خلاص، عشان امنع يعني اي تهيج للبشرة. لو انا مش عاوز استخدم اي حاجة فيها كورتيزون، ممكن بقى استخدم اي حاجة ملطفة تكون خالية من العطور، زي مثلا سودو كريم. سودو كريم من الحاجات الكويسة الجميلة قوي في ترطيب وتهدئة المناطق الحساسة. او ممكن استعمل بيبي زنك اوليف،
ده في مادة الزنك اللي بتمنع تماما تهيج البشرة. وطبعا في تركيبة انا كنت قلت عليها في الفيديو اللي قبل ده، التركيبة دي للتقشير والترطيب والتفتيح. بس في حالات البشرة الحساسة اللي بتحصل لها دايما تهيج، استنى يومين كده بعد ازالة الشعر وبعد ما اكون استخدمت الملطف بتاعي وابدأ استخدم التركيبة بتاعتي. لكن لو انا مش بيحصل لي تهيج وبشرتي عادية وما بيحصل ليش التهابات، ممكن استخدم التركيبة دي من تاني يوم لازالة الشعر على طول. وانا عامة في رأيي الشخصي ان افضل وسيلة لازالة الشعر من منطقة البيكيني او الاندر ارم اولا هو الليزر ويليه السويت، ودول اقل ضرر من الشيفينج او الشمع.